في غير الزمان، في نفس المكان، مرتني الذكرى وأنا واقف في نفس المكان في غير الزمان. في ذا ضحكت أيام لكني بكيت، في ذا حلمت أحلام لكني صحيت، ومنها ابتديت وفيها انتهيت إلا من الذكرى في نفس المكان في غير الزمان. قالت لي الذكرى كلام، قالت لي الذكرى كلام عني كلام، والله بغيت أنساه. وصاحت ربابة شوقي وأثر النغم مني يشكي وأنا شكواه، وغنى صوت في ليلة فرح، وهلت عين وقلب جرح في صوتها جرح وتعب، وفي عيونها نظرة عتب، وشفت ابتسامة عليها هلت الدمع ونظرة ملامة من الماضي أعلى ربعه. وأنا مع الذكرى في نفس المكان في غير الزمان. إيش صار؟ طمنيني، إن شاء الله وافقولها. اطمني، وافقولها على الإجازة، بس آخر يومين حسبوهم غياب. أنت وين رايحة الحين؟ أنا جيت أطمنك بس، وعندي كم شغلة بروح أخلصها في المكتب. اسمي أنا 10 دقايق وبخلص، أنت بتروحين لها؟ إن شاء الله تجي معي. خلص روحي أنت خلصي شغلك وأنا بنتظرك، بس لا تنسين. إن شاء الله، ما عليك. يا هلا بابا. هلا حبيبي. هلا هلا. يبا حبيبي لا تخاف، ترى كلها شوية هبوط بالضغط ورضة بسيطة في رجلي، يعني عادي. بس انت عارف كيف الدكاترة يحبون يضخمون الأمور. لا تخاف، المهم أهم شيء انت رجعت لكندا، زوجتك معك. الحمد لله، خلاص هذا أهم شيء. بابا الله يخليك، هذا الموضوع لا تفتحه معي مرة ثانية. انت عارف ليش؟ طيب ممكن نتكلم فيه بعدين؟ اوكي، لا تقلق، اذا في شيء انا بكلمك. اي اكيد اكيد، في امان الله حبيبي، مع السلامة. طبعا راح نسوي لها تحاليل اضافيه قبل ما نقول لكم ايش فيها بالضبط. ليش يا دكتور؟ ليلى فيها شيء؟ ليلى الان تحتاج تحاليل، والتحاليل راح تاخذ شويه وقت. نقدر ناخذها معنا البيت؟ اكيد طبعا، الان حالتها مستقره، بس ضروري تنتبه لنفسها. ان شاء الله. ولا نستاذنك. سعد، هذا مو قسم البنت اللي كانت تبينا نساعدها اللي اسمها ليلى. اي ليلى، بس شكلها مين موجوده. أصلاً ما عندي وقت الحين. أصبر خلنا نشوف يمكننا في واحد من المكاتب. لا يا حبيبي، ما أقدر أتأخر على الوالدة. شفت؟ أكيد أمي. شفت؟ قلبها الحاس. هلا بالغالي، هلا يمه. هلا حبيبتي. يلا يلا أبشر، جايك مع الغداء، يلا أبشري. قول لها سعد جاي معي. هذا سعد جاي معي، يقول بجي معك الغداء. لا لا يمه، ما يحتاج عزيمة، عزم نفسه، تعرفين الأزقية. يلا يلا جاي. يلا مع السلامة. عندنا شغل، يلا يلا يلا. انت ما عندك بيت تتغدى فيه؟ عندنا شغل يا رجال. لا تحاليل ولا شيء. هلا انا اذا قعدت دقيقه زياده بهذا المكان بنجنتر. يا ليلى، الدكتور قال الموضوع مو موضوع ضغط وبس، لازم نسوي التحليل عشان نطمن اكثر. ما بي برجع الدوام.
يا اختي طلال ما هو بطاير، موجود. طلال رجع من السفر. أسابق الساعة وتسبقني الساعة، تقضي وأنا توني بول ثوانيها، أبشتري وقت وين أسواق بياعة، يلي تبيع الدقايق حد واشريها، قلبي يبي وقت لو الوقت ما طاع، وعيني تبي شمس لو الشمس تعميها، ونفسي مثل باقي الأجواء طماعة، أبي أجدد على الفرحة لياليها. لا شك الأيام، لا شك الأيام للفرحات مناعة، لو نورت ليلة عشرين تطفيها، يظهر ثبات الفتى والنفس مرتاعة، خوف على اللي نحبه من بلاويها، لو أن كل ينال مناه بذراعه، خذيت حقي من أقصاها ودانيها، المشكل إنك يا أبو لحظين بتاعة، تاخذ سلاحي من الكفين تعطيها.